دخلي أروي لك حادثة تاريخية. في أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان يولي ولاته وإلى شروط معينة في ولاته، من جملة الولاة اللي ولاهم ولى عدي بن نضلة. عدي بن نضلة أنصاري، هذا من الأنصار. هذا عدي بن نضلة رجل صالح، عدي بن نضلة صالح مؤمن متدين شديد الحماس والغيرة على الدين، ورجل شجاع مكافح مجاهد. طيب ولا الخليفة الثاني وين؟ على ميسان، منطقة العمارة في العراق. زين، ولا على هالمنطقة ميسان، والي عليها. اجى من راد يروح الى ميسان، اجى الى زوجته قال لها انا ولاني الخليفة وكون اروح الى محل ولايتي واريد ان تجين معي، يعني اصطحب اهلي وياي. قالت لا انا ما اقدر على الغربة، انا هنا عندي اقارب وعندي اهل ما اقدر. وكلما حاول ان يقنعها ابت، قالت لا انا ما اروح وياك، تقدر تروح وحدك. راح، لما راح صار بناء يهيج غيرتها لعلها تلتحق بي، يخدعها. سوالها ابيات ودالها، ودالها فمن مبلغ الحسناء ان خليلها بميشان يسقى من شراب وحنتمي، إذا شئت غنتني دهاقين قرية وصناجة تحدو على كل من شمي، إذا كنت ندماني فبالأكبر اشقني ولا تشقني بالأصغر المتثلمي، لعل أمير المؤمنين يسوءه تغازلنا، لعل أمير المؤمنين يسوءه تغازلنا بالجوشق المتهدم. لما وصلت الأبيات بلغ الخبر الخليفة، فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم: والله لقد شاءني وجودك بالجوشق، إنك لا تتولى لي عملا، ارجع. رجع، لما رجع دخل على الخليفة قال له ما تستحي أنت تشرب الخمر، وما لا تعلن بأنك شربت الخمر، إذا شئت غن، إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني، تدعو إلى شرب الخمر. قال له أمط غضبك عني أصلحك الله، قد تعطيني مجال خل أتفاهم وياك. قال له يتفضل. قال له والله الذي لا إله إلا هو ما شربتها في حياتي قط أبدا، أنا ولا يمكن، أنا رجل أؤمن بالله وبرسوله، ما أدن لهذا. قال للخليفة أظنك صادق، أنت ملامح الصلاح واضحة عليك، لكن لأنه طلعت على لسانك الحكاية أصبحت ملوث، ما تصلح إلى ولاية المسلمين، ما مستعد أنا أرجعك إلى الولاية، فروح اقعد ببيتك. نبه لي شوي زين، التفت لها المنطلق، إذا كان والي يتغزل بأبيات وهمية ما يمكنها، مو شارب للخمر حقيقة، يأبى أن يتولى عملا للمسلمين، زين هذا الرجل يصبح عليه الصباح زين وترنحه الخمرة ويصعد على منبر المسلمين والخمرة قد أخذت منه مأخذا ويردد أبيات الشهيرة. شنو الأبيات؟ اشقني شربة تروي مشاشي ثم مل فاشق مثلها ابن زيادي صاحب السر والأمانة عندي ولتشديد مغنمي وجهادي. المسلمين يطلعون للقتال بالقسطنطينية باسطنبول، جيش طالع للقتال وتفشت به الحمى، ويجي ليه مكتوب من أبو معاوية يقول له التحق انت روح قود الجيش، التحق بجيش المسلمين. يكتب المن إلى بعض أصحابه، يكتب يقول له ما إن أبالي بما لاقت جموعهم، يعني هذا الشيء اللي طاحوا به المسلمين المرض والحمى ما يهمني، ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة، فرقدونة اسطنبول، بالفرقدونة
من حمى ومن شوم إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا. إذا حطيت لي مخدة تحت إيدي النمط الوشادة أو الفراش. إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مران عندي أم كلثوم. عند جارية اسمها أم كلثوم تغنيه. نعم، قل له أنا قاعد لي على وشادة ناعمة وعلى فراش وثير والخمر إلى جانبي وما يهمني المسلمين يموتون موتتهم. طيب شنو رأيك مع هالأشياء هذه، شنو هو المبرر الشرعي اللي يخلي بعض الناس أقلامهم ترعف وتتحمس، نعم، وتكتب على أمير المؤمنين يزيد المفترى عليه؟ نعم المفترى عليه، ما أعرف ليش. يعني إذا أريد نخلق لنا مثل أعلى، الحمد لله عدنا بالصحابة قمم، نقدر نأخذ من الصحابة مثل عليا. إذا أريد نرجع إلى تاريخنا قبل الإسلام أكو بي قمم، نعم، في الجوانب الإنسانية. إذا نرجع إلى المثل اللي رسمها الإسلام أكو عدنا الإسلام رسمنا مثل عليا في الشخصية الإسلامية. ليش ما نأخذ هذه المثل العليا؟ قحط يعني تاريخنا جوعان، صحراء تاريخنا مقفر، حتى نضطر ندور لنا هيك شي جيفة نتمسك بيها؟ ما أعرف. يولا من وراء ذلك عوامل ردود فعل. يا أخي التاريخ مو ردود فعل، التاريخ فعل. أنت إذا حولت التاريخ إلى ردود فعل ما صار تاريخ، صار جهنم. ليش تحول ردود فعل؟ تعال للتاريخ سجله بصورة سليمة، دور لك مثل أعلى، انقل الحق والباطل، اذكر الخير والشر حتى الناس تأخذ الخير وتترك الشر.